بسم الله الرحمن الرحيم. الحين نبدأ درس جديد نتكلم عن Relational Operators. راح نفتح الملفات هذيل. Relational Operators هما يعني عادة نستخدمهم في عمليات المقارنة، فنشوف هذا أكبر من هذا، يعني رقم أكبر من رقم، أو متغير أكبر من متغير، أو ممكن كذلك عندنا أكبر من ويساوي. فإحنا راح نتكلم عن اثنين فقط في هذا البرنامج، وراح نتكلم عن أشياء ثانية في البرامج الأخرى. فأكبر من هي مثل ما إحنا نعرفها، تمثل طبعا هي بالعلامة هذه. هذه معناتها شنو؟ اللي فيها الفتحة، حتى نسهل على بعض الناس، الجهة الفتحة هو الكبير والجهة الثانية هو الصغير، يعني المفروض يكون. فكني أقول هل الان واحد أكبر من ان اثنين؟ مدام الفتحة هني جهة الواحد، فاعتبر ان الان واحد المفروض يكون أكبر من اثنين، ان اثنين. فلو كانت هذا صحيحة، الجواب راح يكون، الجواب يعني هني طبعا هذه اللي راح تعطيني النتيجة، الجواب راح يكون true. الناتج بالعلامات هذه دائما يكون احد شيئين، يا ترو او فولس، يا ترو او فولس. ترو معناته صح، وفولس معناته خطأ، مثل ما شفنا في درس سابق. فهني لما اقول هل ال ان واحد اكبر من ان اثنين، طبعا انا ال ان واحد اعطيتها قيمة 7 وال ان اثنين اعطيتها قيمة 7، فهل الان واحد اكبر من ان اثنين؟ طبعا لا، مو اكبر منها، هي تساويها. اذا المفروض ان يعطيني خطأ اللي هي فولس. هني اقول له هل الان واحد اكبر من ان ثلاثة؟ ان واحد 7 وان ثلاثة 9، طبعا هني خطأ، مو اكبر، فبالتالي يعطيني فولس. هل الان ثلاثة اكبر من ان واحد؟ ان ثلاثة اللي هي 9، هل هي أكبر من ان واحد اللي هي 7؟ هل التسعة أكبر من 7؟ طبعا التسعة أكبر من 7، إذا صح، يعني يعطيني ترو. ونفس الشيء لو قلنا أكبر من أو يساوي، هني في الحالة هذه ان واحد أكبر من أو يساوي 7، فسبعة أكبر من أو يساوي 7، صح، 7 مو أكبر من 7 لكن 7 تساوي 7، إذا هذه صحيحة، واحدة منهم صح، إذا صحيحة. هل الان واحد اكبر من او يساوي ان ثلاثة؟ 7 اكبر من يساوي ان ثلاثة اللي هي 9، لا، فهني خطأ، يعني فولس. ان ثلاثة اكبر من ويساوي الان واحد، صح، لان ثلاثة اكبر من ان واحد، فاذا هي عبارة صحيحة. فلو سوينا كومبايل وسوينا رن، خلينا نكبر الجزء اللي تحت علشان نقدر نشوف كل الناتج. فنشوف احنا هني مثل ما قلنا الجزء الأول والثاني هنا أعطانا فولس فولس، والأخيرة 9 أكبر من 7 أعطانا ترو. لاحظوا وياي أن هذا الجزء أعطاني المعادلة نفسها. أنا حاولت أكتب الجزء هذا بحيث يعطيني المعادلة، فأقول له اطبع لي قيمة أن واحد، بعدين اطبع لي علامة زائد مع فراغات قبلها وبعدها، أو أكبر من عفوا قبلها وبعدها، وبعدين اطبع لي قيمة الأن 2 اللي راح تعطيني القيمة نفسها، وبالتالي بعدين اطبع لي علامة التعجب، وهني اطبع لي الناتج من هذا الشيء، لان هني ما حطيته بين فواصل علوية، فيروح يعطيني الجواب من هذا الامر. ونفس الشيء الثاني والثالثة، وبالاخير هني طبعا هل 7 اكبر من يساوي 7؟ صح. هل 7 اكبر من ويساوي 9؟ خطأ. هل 9 اكبر من يساوي 7؟ صح، بالتالي يعطاني ترو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين بنروح نفتح البرنامج الثاني علشان نشوف مقارنات ثانية. الحين راح نتكلم عن هذه الإشارة، والإشارة هذه عكس الأكبر من اللي هي أصغر من. أصغر من معناته نقول إن هذا أصغر من هذا، لأن الجهة المفتوحة جهة هذا، فالجهة الثانية هي اللي تكون شنو؟ الجهة الأكبر. ولما نبدأ الكلام نبدأ نشرح من الأصغر أو من اليسار، فنقول هذا أصغر من هذا. لما نيجي حق الجزء الثاني أصغر من أو يساوي هذا، فنقول ان واحد، هل ان واحد أصغر من أو يساوي ان اثنين؟ لو سوينا كومبايل حق هذا وبعدين سوينا رن يعطينا الإجابات هني. خلينا نشوف الجواب بعد ما احنا فهمنا المفروض من الجزء الأول
شنو معنات هذين؟ خلينا نشوف الإجابات. هل السبعة أصغر من سبعة؟ طبعا خطأ، يعني فولس، فكتب لي خطأ، فالناتج هنا أعطاني خطأ. هل السبعة أصغر من التسعة اللي هي أن واحد أصغر من ثلاثة؟ طبعا صح، أعطاني ترو. هل التسعة أصغر من السبعة؟ خطأ، أعطاني فولس اللي هي خطأ. زين، هل السبعة أصغر من ويساوي سبعة؟ سبعة مو أصغر من السبعة لكن هي تساوي السبعة، إذن ترو. هل السبعة أصغر من أو يساوي التسعة؟ صح إن السبعة ما تساوي التسعة لكن السبعة هي أصغر من التسعة، إذا ما دام واحدة منهم صح إذن هي ترو. هل التسعة أصغر من يساوي السبعة؟ التسعة لا هي أصغر ولا هي تساوي السبعة، إذن النتيجة فولس، يعني خطأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين بنروح حق البرنامج الثالث. البرنامج الثالث الحين قاعد اتكلم عن مو اكبر من او اصغر من، لا نتكلم عن لساوي، بالذات لساوي او هني لا تساوي، طبعا عكس لساوي لا تساوي. فاذا بكتب او بقارن بين يعني القيمتين اذا متساويين ولا لا، ما احط يساوي واحدة، احط ثنتين، لان عملية لساوي الوحدة اللي هي اقول له خزن الجزء هذا في المتغير هني، فاقول له عط المتغير N2 القيمة 7، أعط المتغير N1 القيمة 7، وأعط المتغير 3 القيمة 9، فهذا أقول له يساوي. فحتى أقارن مقارنة إن أقول هل هما متساويين أو لا، أحط ثنتين. لو حطيت واحدة كنا أقول له أخذ القيمة المخزنة هني وأحطها في N1، وهذا طبعا ما يعطيك نفس النتيجة اللي أنت متوقعها. لذلك إذا بقارن أحط ثنتين. هني راح يقارن بين القيمتين هل هما متساويين بالضبط او لا. فهل ان واحد تساوي ان اثنين؟ طبعا ان واحد سبعة وان اثنين سبعة، اذا الناتج المفروض يعطينا سبعة. طبعا هني احنا ما سوينا كومبايل ولا سوينا رن، بالتالي نشوف، لان النتائج كانت من الجزء السابق. فهني المفروض اول واحدة يعطينا ترو، فسبعة يساوي سبعة صح، سبعة تساوي تسعة لا فيعطينا خطأ، تسعة تساوي سبعة لا يعطينا خطأ. الجزء الثاني اللي هو لا تساوي، لا تساوي يعني إذا القيمتين متساويين يعطيني خطأ، إذا القيمتين مو متساويين يعطيني صح. فهل السبعة ما تساوي السبعة؟ لا، السبعة تساوي السبعة، إذا خطأ. هل السبعة ما تساوي التسعة؟ صح، السبعة ما تساوي التسعة، إذا يعطيني صح. هل التسعة ما تساوي السبعة؟ صح، التسعة ما تساوي السبعة، فيعطيني الناتج واللي هو راح يكون عندي صح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين بني حق البرنامج الرابع. البرنامج الرابع خلينا نسوي لكم كومبايل ورن عشان نشوف الناتج، وبعدين نتكلم عن هذا البرنامج. مثل ما شفنا سابقا عطينا القيم ان واحد يساوي سبعة وان اثنين تساوي سبعة وان ثلاثة تساوي تسعة، فكلهم عطيناهم قيم. وبعدين قلنا ترى عندنا متغيرين نوعهم بوليان، المتغير بي او 1 وبي او 2 اثنين. البوليان مثل ما شرحنا في برنامج في درس سابق انه هو راح ياخذ فقط القيم ترو او فولس، واحدة من الثنتين، يا ترو او فولس. احنا راح نسوي هني بدال لا نعرض النتيجة ترو فولس على الشاشة، راح نخزن النتائج في واحد من المتغيرات، نقول للنتيجة هذه خزنها في البي او 1 او النتيجة هذه خزنها في البي او 2، وبعدين بعرض البي او 1 والبي او 2 بدال لا اسوي المعادلة هذه، بدال لا اكتبها هني خزنتها في البي او 1 وبعدين قلت له اعرض لي البي او 1. خلينا نشرح البرنامج. هني قلت له ان واحد يساوي ان اثنين. ايش معناته؟ معناته قاعد اقول له هل الان واحد تساوي ان اثنين؟ طبعا ان واحد سبعة والان اثنين سبعة، هل هم متساويين؟ نعم. اذا الناتج هني راح يخزن داخل بي او 1، والناتج اللي هو سبعة تساوي سبعة صح، اذا ترو، راح تكون قيمة بي او 1 ترو. فلما اطبع هذا راح يطبع لي في النهاية ترو، واللي هو شفناها
موجودة هني اللي يطلع لي بي او 1 يساوي وقوس هذا كل الأشياء اللي أنا كتبتها هني داخل الفاصلة. بعدين قلت له اطبع لي قيمة ان واحد، قيمة ان واحد 7، إذا راح يطلع لي 7، طلع لي 7. بعدين طلع لي فراغ، بعدين يساوي يساوي بعدين فراغ، إذا يطلع لي فراغ يساوي يساوي فراغ. بعدين قلت له طلع لي القوس فراغ يساوي فراغ، بعدين طلع لي القوس فراغ يساوي فراغ. بعدين قال طلع لي القيمة اللي تخزنت داخل بي او 1، بالتالي طلع لي ترو. نفس الشيء راح يسوي لي الجزء الثاني. الجزء الثاني راح اقارن بين N2 مع N3، هل ال N2 اكبر من او يساوي N3؟ ال N2 7 وال N3 9، فهل السبعة أكبر من يساوي التسعة؟ السبعة مو أكبر من ويساوي التسعة، لا هي أكبر من ولا هي تساوي التسعة، إذا الناتج هني فولس. شو اللي تخزن داخل بي أو 2 راح تخزن فولس. لما يجي أطبع البي أو 2 راح تكون قيمتها شنو؟ فولس. ومثل ما شرحنا سابقا مع البي أو 1 يساوي كذي، نفس الشيء راح ينطبعون القيم هذه مع الأشياء اللي موجودة داخل الفاصل العلوية حتى تطلع لي معادلة تعطيني أو تدليني على أن العمل هذا يعني صحيح، وشنو اللي صحيح أو خطأ، وليش أو شنو اللي سبب أنه هو يكون صحيح أو خطأ، شنو المعادلة اللي أعطتني الصح أو الخطأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين بنتكلم عن الـ conditional operator. راح نفتح ملفين. الملف الأول عندي هني برنامج هذا، حطينا عرفنا بعض المتغيرات وعطيناهم بعض القيم، وبعدين يعني حاولنا ان نسوي بعض المعادلات. نتكلم عن الجزء هذا وبعدين نوضح. طبعا هالاشياء هذه ممكن لو واحد شافها يعرف شنو اللي راح يكون. هذا الجزء هني انا عندي السؤال هني، هني قاعد اقول له ان واحد اكبر من الاثنين، او مثل ما اقول له يعني شيك على ان واحد مع ان اثنين، او اذا كانت ان واحد اكبر من ان اثنين عطني القيمة الاولى، او نفذ الجزء اللي موجود مباشرة بعدها. اما اذا كانت ال ان واحد مو اكبر من ان اثنين نفذ الجزء الثاني. خلينا نشوف، نسوي كومبايل ونسوي رن. ايش قال لي؟ طبعا في البداية طلع لي الكلام هذا largest of 70 and طلع لي n2 اللي هي 57. شنو الأكبر بين 70 و 57؟ طبعا من اللي أكبر؟ 70. طبعا هني أنا بالعقل عارف أميز، لكن البرنامج شلون يعرف يميز إن هذه الأكبر؟ يعرف يميز بالسؤال هذا، إن أنا أسأله هل الأن واحد أكبر من الأن اثنين؟ إذا كانت الأن واحد أكبر من الأن اثنين أخليه يطبع الأول ولا الثاني؟ إذا كانت صحيحة أبي يطبع منه الأول، فأقول له هني يطلع لي القيمة اللي موجودة في المتغير N واحد. إنزين خلنا نأخذ الاحتمال الثاني، هل ال N واحد أكبر من N اثنين؟ إذا ما كانت أكبر من N اثنين معناته منو الكبير عيل؟ إذا ال N واحد مو أكبر من N اثنين معناته إن ال N اثنين أكبر من N واحد، طبعا على افتراض إنهم مو متساويين. فراح يطلع لي الإجابة المفروض أخليها أن اثنين، فإذا كانت المعادلة صحيحة طلع لي هذا، إذا كانت هالمعادلة هذه خاطئة طلع لي الجزء الثاني. فأنت تحدد شنو يبي يطلع في الجزء الأول والجزء الثاني بناء على صحة الجزء الأول. مثل ما شرحنا الجزء أو السطر الأول نفس الشيء هني، بدال لا أسأل على الأكبر أسأل على الأصغر، فأقول له هل ال N1 أصغر من N2؟ إذا ال N1 أصغر من N2 معناته من الأصغر فيهم؟ معناته ال N1. إنزين إذا ال N1 مو أصغر من N2 معناته من الأصغر فيهم؟ N2. فإذا الإجابة الصح أحط بالجزء الأول عادة الشيء اللي أنا أبيه،
وإذا الإجابة خطأ أحط في الجزء الثاني الشيء اللي أنا أبيه يطلع وقت الإجابة ما تكون خطأ. هذا بالنسبة حق أول ثنتين. هني عندي الأبسولوت فاليو. الأبسولوت فاليو اللي هي مطلق العدد، مطلق العدد اللي هو إذا كان العدد موجب يصير موجب، أما إذا كان العدد سالب فيتم أو يتغير إلى موجب. فهني أقول له حتى أعرف أنا هو سالب أو موجب لازم أقارن مع الصفر. أقول له هل هو أصغر من الصفر؟ هل الـ N5 أصغر من الصفر؟ طبعا الـ N5 عندي شنو هني؟ أصغر من الصفر، فبالتالي الـ N5 أصغر من الصفر. إذا الـ N5 أصغر من الصفر أنا إيش بسوي فيها؟ هي سالبة، حتى أخليها موجبة أضربها في ناقص واحد، أو إني أحط الإشارة قبلها، فأقول لعيل غير إشارتها علشان تصير إشارتها موجبة لأن هي سالبة. زين، إذا إن 5 مو أصغر من صفر معناته هي مو سالبة، هي موجبة. هل أحتاج أغير إشارتها؟ لا، ما أحتاج أغير إشارتها. إذا أخلي الـ N5 مثل ما هي، ما أغير إشارتها. الـ N1 أخذ احتمال هني، هل الـ N1 أقل من الصفر؟ إذا كانت الـ N1 أقل من الصفر راح أغير إشارتها، إذا ما كانت أقل من الصفر راح أخليها مثل ما هي. خلينا نشوف هني، هل الـ N1 أقل من الصفر؟ لا. إذا لا أقول له أعطني الـ N1 مثل ما هي، لا تغير إشارتها. لكن في حالة الـ N5، هل الـ N5 أقل من الصفر؟ صح، أقل من الصفر. إذا شو تسوي بإشارتها؟ غيرها، هي ناقص 60، اضربها في ناقص راح تصير شنو؟ 60 بالضبط. لو رحنا شفنا هني فاقول له ابسولوت فاليو اوف ناقص 60 ايش صارت؟ 60. لكن ابسولوت فاليو اوف 70 كم؟ يعطيني ال 70. هذا بالنسبه حق البرنامج الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين راح نفتح الملف الثاني، راح نسوي له كومبايل وراح نسوي له رن ونشوف النتائج اللي راح تطلع لي. طبعا عندنا متغيرات هني، وهني قلنا له اكبر من يساوي مثل ما شفنا سابقا. سابقا كنا احنا نطلع القيمه اللي موجوده في N1 والقيمه اللي موجوده في N2 في الجواب. هالمره لا، انا ممكن اطلع كلمات، ممكن اقول له اذا كان الـ N1 اكبر من يساوي 60، يعني خلينا نفترض انه هو في نجاح او سقوط والنجاح من 60، فاقول له اذا كانت النتيجه اللي هي مسجله في N1 اكبر منه ويساوي 60، معناته اقول له طلع لي كلمه باست، يعني ناجح. فال70 اللي هي N1 اكبر من يساوي 60، فطلع لي شنو؟ باست. لكن لما قارن N2 مع 60، هل N2 اللي هي 57 اكبر من يساوي 60؟ طبعا خطأ، واحنا قلنا اذا كان خطأ ياخذ الجزء الثاني ما ياخذ الجزء الاول، اذا كان صح ياخذ الجزء الاول. فش اللي راح يطلع؟ راح يطلع فيلد. فهني النتيجة راح تكون فيلد لان 57 مو اكبر من ويساوي 60، هي اصغر من 60. بالجزء الثاني هني ممكن انا بسأله على ان هو ماخذ A ولا مو A، فراح تشيك الـ A من 90 وصاعد مثلا، فأقول له هل الـ N3 اللي هي 93 أكبر من يساوي 90؟ طبعا الـ 93 أكبر من يساوي 90، فإذا إيه هي إيه؟ هني في الجزء الثاني سألت على الـ N1، الـ N1 هل هو ماخذ A ولا لا؟ فالـ N1 اللي هي 70، هل الـ 70 أكبر من يساوي 90؟ لا، إذا ما راح ياخذ الجزء الأول، راح ياخذ يطلع لي الجزء الثاني اللي هي نوت A، وبالتالي يطلع لي نوت A هني. الجزء الثالث هني اللي هو راح نشيك على ممكن احنا يساوي بدال لا اكبر منه او احط شيء ثاني، ممكن نجرب شيء طريقه ثانيه اللي هو اقول يساوي، هل ان واحد يساوي ان اثنين؟ طبعا ان واحد ما تساوي ان اثنين، بالتالي المفروض ما يعطيني الجزء الاول، يعطيني الجزء الثاني، والجزء الثاني يقول لي نوت ايكوال. زين، هل الان واحد طبعا هي 70 لا يعني تساوي 57؟ لا، فاعطاني نوت ايكوال. الجزء الثاني الان واحد من ان 4، ان 1 70 والان 4 70، فطلع لي هل الان واحد قيمتها 70 يساوي يساوي ان 4 اللي قيمتها 70؟ طبعا يساوون، فبالتالي الجواب المفروض يعطيني ايكوال اللي هو موجود في الجزء الاول، وبالتالي اعطاني الجواب ايكوال. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحين بنتكلم عن الاوبريتور بريزيدنس اللي هو يعني شرحنا الاشياء السابقه وين مكانها الفعلي. الحين راح نشوف هذيل راح يدشون تقريبا قبل علامات الكومباوند اساينمنت ستيتمنت. عندنا في المستوى الخامس يت الحين عندنا اكبر من او اكبر من ويساوي او اصغر من أو اصغر من ويساوي، كلهم يجون في نفس المستوى، فاللي قبل منهم هو اللي راح ينفذ قبل واللي عقب هو ينفذ عقب. اما بالنسبه ليساوي ساوي او لا يساوي او يعني هذه راح تكون المستوى السادس بعد هذيل، وهذه راح تكون تحتهم بالمستوى السابع لحد الان، فهذه راح يكون مكانهم هني. فهذا الترتيب اللي وصلنا له لحد هذا الدرس.